بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي إن شاء الله في الـ opening ceremony. فأنا باسم القلب كلية الطب جامعة الزقازيق برحب بكل الحاضرين من الزملاء أطباء والأساتذة الكرام والأساتذة المحاضرين والتشير بيرسون وكل الحضور. وطبعا بشكرهم شكرا جزيلا على تعبهم معنا في الحضور وثقتهم في برنامج المؤتمر. وقبل ما أقول أي حاجة تانية طبعا بحب أبلغ تحيات أستاذي أستاذ دكتور محمد حسام الشاعر رئيس المؤتمر لعدم حضوره لأسباب شخصية، لكن هو بأنقل لي تحياته لحضرتكم جميعا وبيقول لكم شكرا جزيلا. تاني حاجة أنا بحب أشكر مجلس إدارة جمعية القلب جمعية ضغط الدم المصرية وعلى رأسها أستاذنا الجليل أستاذ دكتور محمد محسن إبراهيم وباقي أعضاء مجلس الجمعية لثقتهم في اسم القلب جامعة الزقازيق إن هو ينظم هذا المؤتمر، وطبعا لثقته فينا كاسم قلب إن احنا عندنا إلى حد بعيد كساينتيفيك ويركس ولينا بعض الإسهامات في الساينتيفيك ويركس في الهايبر تنشن. وطبعا بنشكرهم شكرا جزيلا ان هم اولونا هذا الشرف بان احنا ننظم هذا المؤتمر هذا العام. وطبعا المؤتمر ده كان المفروض يتنظم العام الماضي، لكن لظروف البلد وظروف كورونا تاجل لهذا العام، ثم تاجل كان في شهر 4، ثم الاسبوع اللي فات، ثم هذا الاسبوع، واخيرا الحمد لله ان هو طلع الى النور هذا الاسبوع. وزي ما بنقول اني نجاح من رحم المعاناة، فالحمد لله والفضل من قبل ومن بعد. هذا المؤتمر لما عملنا الساينتيفيك بروجرامز بتاعه رأينا في يكون جزء بيزكس بالنسبة للهايبرتنشن، فأنا في رأيي الشخصي أن لا يمكن أن يكون بروجرس زي ما عنوان المؤتمر بيقول reshaping of the future. أنا في رأيي لن يكون هناك progress في ال future إلا إذا كان عندنا ideal basic knowledge regarding the basics of the cardiology at all or even in the medicine. لو أنا ما عنديش base في الميديسن عمري ما هيكون عندي future progress إطلاقا. لازم يكون في base أنا بأبنى عليه، ودايما انا باحترم البيزكس اوف ميديسن، واي شخص ما عندوش بيزكس اوف ميديسن لا يمكن هيكون عنده بروجريس اوف ذا فيوتشرز. تاني حاجه كان بعض المحاضرات في النيو نيولوجي ريجاردنج التريتمنت في هايبرتنشن ريجاردنج الميكانيزمز اوف هايبرتنشن، ايضا كان في جزء مهم جدا للريسيرش ورك، وانا بشكر برضو مره اخرى مجلس اداره الجمعيه ان هو سمح لنا ان احنا نعمل سيشن ريجاردنج الريسيرش ورك في الهايبرتنشن باسم القلب طب الزقازيق يوم امس، واعتقد ان هي كانت الى حد بعيد من الحاجات الجميله. انا بيرسونلي كنت اطمع ان يكون في سيشن اخرى، لان احنا فعلا عندنا في اسم القلب زي ما قلت امبارح عدد كبير جدا من الريسيرشز في الهايبرتنشن، وحاجه الجميله ان كلها منشوره انترناشونالي، يعني مش منشوره لوكالي، لا ده كل هذه البيبرز منشوره انترناشونالي، وده حاجه انا بيرسونلي بتشرف بيها، لان برضو حاجه تهم الجمعيه ان هذه الريسيرشز 90% منها عاملينه من الهايبرتنشن كلينيك اللي كانت تعاون مثمر ورائع بين اسم القلب في طب الزقازيق والجمعيه. وبرضو دي حاجه من الحاجات العظيمه اللي انا بشكر عليها استاذنا الاستاذ الدكتور محسن ابراهيم ومجلس اداره الجمعيه. من كل هذا
فأنا شخصيا واسم القلب والزملاء بنتطلع إلى تعاون آخر مثمر في أن احنا نعمل ريسيرشز عندنا في الشرقية بالتعاون مع الجمعية. الجمعية تعمل لنا سبورت في الببليكيشنز، تعمل لنا سبورت في الحاجات اللي احنا الريسورسز اللي احنا نحتاجها. اعتقد دي حاجة احنا بنطمع فيها، ونتمنى ان الأساتذتنا في الجمعية يساعدونا ويوافقونا على هذا، لان دي من الحاجات اللي انا والزملاء بتسعدنا جدا لما نعمل حاجات ريسيرش تنشر بره. ديت بتبقى حاجة فخر لاسم القلب، واعتقد برضو ديا بترفع الرانك بالنسبة للجامعة عندنا وبالنسبة للريسيرش في مصر ان شاء الله. من الحاجات القيمة اللي عملتها الجمعية اللي هي الجادلاينز، ايجيبشن جادلاينز، وديت طبعا من الحاجات الفخر للأستاذ دكتور محسن إبراهيم والجمعية. لكن عندنا في الزقازيق بعض الزملاء كثيرين يقول لك المفروض يكون في جود اويرنس لكل الناس على مستوى الجمهورية، في لأن هم بعض الزملاء بيقولوا إن مش عارفين، ما عندهمش أويرنس كويسة بهذه الجادلاينز، فياريت تعمم على كل الأقسام سواء كان في وزارة الصحة أو حتى في عندنا في الاسم أو في الجامعات كلها. هل ده قصور من الزملاء أو قصور من إن هي ما حصلش أويرنس كويس؟ فإحنا المهم إن إحنا المحصلة إن إحنا نرجو يكون في أويرنس لهذه الجادلاينز لأنها حاجة تخص مصر، ودي حاجة كويسة جدا جدا. في النهاية أنا بأشكر الحاضرين وبأشكر أساتذتي اللي حضروا وقدموا محاضرات واللي كانوا معانا في التشير بيرسون، وأشكر كل الزملاء الأطباء اللي معانا النهاردة، وبأتمنى لهم التوفيق وبأتمنى لهم الحفظ والرعاية من أي سوء، خاصة الوباء المنتشر هذه الأيام، وبقول لهم كل عام وأنتم طيبون، وبأتمنى لهم طيب المقام وموفور السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور رجب. أعتقد أن تنظيم مؤتمر قومي في هذه الظروف وفي ظروف الجائحة بتاعت جناحة بتاعت كورونا كان تحدي كبير. المؤتمر السنوي بتاعنا ده بيمثل دون شك يعني أهم نشاط للجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم. المؤتمر السنوي ده في كل تقريبا اللي احنا عاوزين نعمله او نقوله. الغرض منه ان احنا نحاول نتعلم اكتر ونعرف اكتر ونشجع في حدود امكانياتنا المحدودة الريسيرش في مجال الابيديميولوجي الوبائيات، مدى انتشار المرض، اسباب المرض، طرق الوقاية وطرق العلاج، وايه يعني انسب الابروتشز للمرض ده. احنا الهايبرتنشن عندنا ده مرض مهم جدا. في نهاية القرن 19 كان اهم مرض عارفينه كان ايه، واللي كان يعرفه والريسيرش فيه كان هو الدومينيتنج السين في العالم كله، كان السيفيلس. كان كل اللي يعرف كل البحث كل التفكير كان على السيفيلس، واللي يعرف السيفيلس يبقى عارف كل حاجة. احنا دلوقتي في القرن 21 اهم مرض الهايبرتنشن، واللي يعرف الهايبرتنشن يعرف بايوكيمستري، يعرف فارماكولوجي، يعرف رينال ديزيز، يعرف هارت ديزيز، يعرف نيورولوجي، يعرف بيزك ساينس. الهايبرتنشن is very common disease، والهايبرتنشن لمضاعفات خطيرة، والهايبرتنشن لعلاج. إنما حتى هذه اللحظة العلاج بتاع الهايبرتنشن at the symptomatic level، just إن احنا بندي أدوية للضغط، لأن احنا في معظم الأحوال ما بنعرفش ده جه من ايه. انما عندنا فكرة ان في عامل وراثي مهم، وان العامل الوراثي ده بيهيئ المسرح لظهور المرض في وجود
العوامل والظروف المعيشية وأسلوب المعيشة الخاطئ. فإحنا عندنا هنا حاجتين: الجينيتك بريدسبوزيشن مفيش شك بتلعب دور مهم، بالإضافة اللايف ستايل. الجينيتك حتى هذه اللحظة في ريسيرش كتير بيتعمل، إنما صعب إن إحنا نقدر نغير فيها أو نلعب فيها، إنما ستيل في ريسيرش كتير بيتعمل. أنا بتكلم دلوقتي على علاج المرض، مش مجرد علاج أرقام، لأن كل اللي بنعمله إحنا بنعالج أرقام، إنما ما بنعالجش المرض. الحاجة التانية اللي هي الظروف المعيشية، أسلوب المعيشة الخاطئ. مفيش شك إن الإسراف في ملح الطعام، السمنة، الاسترس، عدم الحركة، كل دي عوامل بتؤدي لحدوث ارتفاع ضغط الدم في نسبة قليلة، ممكن ما تزيدش عن 5%. بيبقى عندنا في ارتفاع ضغط الدم بيبقى نتيجة سبب معروف، سبب ممكن علاجه: رينال بارينكيمال ديزيز، رينال ارتري ديزيز، اندوكراينال ديس اوردرز، كوركتيشن اوف ذا اورتا اتسيترا. انما دي مش متشكلش اكتر من 5%. فانا عندي 95% من المرضى معرفش جالهم منين، في استعداد وراثي وفي اسلوب المعيشه الخاطئ. يبقى كان اللي احنا بنفكر فيه ولابد ان احنا يعني نوعي الناس بيه هو الهيلثي لايف ستايل، ولابد الجهات المسؤوله، الجهات الحكوميه والاعلام يشدد على مثلا نوعيه الاكل، الاقلال من الملح في الاكل، المطاعم، الخطورة السمن. الحاجات دي يمكن تبان انها حاجات هايفة او حاجات كلام، انما حاجات دي ثبت فعالياتها. لما انا اقلل الوزن ممكن ان انا اصلح الدواء، لما اقلل الملح في الطعام والريكومنديشنز والجايد لاينز بتقول ما زودش عن 5 جرام من الصوديوم كلورايد في اليوم، 5 جرام يعني معلقة. لو احنا نعمل توعية في اعداد الطعام، في المطاعم اللي بتقدم الطعام، ان احنا نقلل الملح فيها، يبقى ده عملنا حاجة مفيدة. فاحنا عاوزين وظيفتنا طبعا الاطلاع والمتابعة والمعرفة وزيادة العلم والخبرة، انما ايضا احنا عاوزين يكون لنا دور في الكوميونتي، في البلد بتاعتنا. احنا نقدر نعمل ايه؟ نحاول بقدر الامكان اللي منا لاتصال بال هيئات المسؤولة، الجهات الحكومية، اللي ممكن يقدر يوعي أكبر قدر من الناس بأسلوب المعيشة الصحي، الهيلثي لايف ستايل، يبقى كأننا عملنا حاجة. الهايبرتنشن نظرا لانتشاره ونظرا لخطورته في أبحاث كتيرة بتتعمل، زي ما بقول لغاية دلوقتي العلاج اللي عندنا ده أسيمتوماتيك ليفل، كل اللي بيعمله ان هو بيوطي الضغط. طبعا ده مهم، لان مجرد ان احنا وطينا الضغط يبقى قدرنا نمنع المضاعفات. اما المشكله الرئيسيه ده علاج بيستمر مدى الحياه، فبالتالي احنا عندنا مشكله كبيره، خصوصا في البلاد اللي امكانياتها محدوده، مستوى التعليم فيها محدود، توفير العلاج بصوره يعني، او العلاج مكلف، والعلاج هيفضل عين ياخده على طول، وخصوصا اذا كان الشخص ما بيحسش بحاجه، لان زي ما احنا عارفين ان الضغط ده ما بيسببش الشك، وخلافا للشائع وخلافا للمعتقد وخلافا لموجود بين كل الناس، لا الصداع ولا الدوخه ولا الزغلله ولا الابستاكسس دي اعراض للضغط. هتلاقوا كلكم كل الناس بتفتكر كده. اهم سبب الرئيسي للصداع ايه يا جماعه؟ الانكزايتي والتنشن. الضغط ما يسببش صداع الا لو حصل هايبرتنسيف انكفالوباثي او فيري سيفير هايبرتنشن. ايه الكومنست كوز للصداع؟ الكرونيك انكزايتي والديبريشن. طبعا في اذر كوز، السيرفايكال سبونديلوزيس ومشاكل العينين وحاجات مور رير كونديشنز. فهنا الطريقه الوحيده لمعرفه الضغط والتاكد منه هي قياسه. قياسه هنا مشكله، لان لابد يتقاس بطريقه صحيحه، لان اي خطأ في القياس بيترتب عليه ان انا هشخص مرض مهم
ويترتب عليه ايضا ان انا ممكن اوصف دواء للعيان بدون مبرر. وزي ما اشرنا ان نسبه كبيره من المرضى اللي بيجولنا وضغطهم مرتفع عندنا في العياده في المستشفى يمكن اكتر من الربع دول ما عندهم وايت كوت هايبرتنشن وضغطهم بيبقى طبيعي بره عياده الدكتور. فاحنا الرساله بتاعتنا عاوزين نتعلم اكتر ونعرف اكتر، وبالاضافه ان احنا في حدود امكانياتنا نقدر نعمل ريسيرش ابيديميولوجيك، ده مهم زي ما بقول نعرف مين اكتر الناس عرضه للاصابه بالمرض في المجتمع بتاعنا، ايه الاسباب المؤديه، ايه المضاعفات، ايه اكثر الادويه فاعليه. دي من ضمن الحاجات اللي احنا نفكر فيها ابيديميولوجيك ريسيرش. ممكن نعمل كلينيكال ريسيرش على دراجز، هل الادويه اللي ثبت فعاليتها في الشعوب الاخرى هل هي في المصريين بتدي نفس النتيجه؟ لان تبين ان مثلا ان العنصر الزنجي او الجلد الاسود الادويه اللي فيه فعاليتها بتختلف عن الوايت ريس عن الجابانيز. طب في المصريين هل في ادويه اكتر لها فعاليه عن بقيه الادويه الثانيه؟ انا بقول الامثله دي هل الادويه اللي عندنا في مصر هنا لها نفس الفعاليه ونفس النتائج؟ انا بتكلم هنا على ده بفتح مجالات للريسيرش، وان يكون ان في العالم الغربي قالوا كده يبقى خلاص دي بقت دوغما، لا. وكلمه اخيره انا عاوز اقول ان احنا عاوزين نتخلص من مركب النقص اللي عندنا، عقده الخواجه الانفيريوريتي كومبلكس. ما دام الخواجه قال كده يبقى هو كلامه مظبوط، لا. احنا بنفكر ونقدر نعمل حاجه متميزه، واحنا يعني زي ما احنا شايفين عندنا في عقول، وبس محتاجين ان احنا نبذل مجهود اكتر ونفكر احسن. انا تاني بشكر الدكتور رجب وبشكر كليه الطب في الزقازيق واسم القلب انهم عملوا مؤتمر، واعتقد ان المؤتمر ده يعتبر ناجح. ليه؟ اولا نسبه الحضور معقوله، والبرنامج العلمي انا شايف ان هو برنامج علمي متميز، وبصراحة أنا استفدت كتير قوي من المحاضرات اللي سمعتها. السنة الجاية مين اللي هينظم المؤتمر وهنعمله فين؟ فأتعشم نكون الكورونا دي أو الكوفيد 19 ده انتهى، وإن جامعة قناة السويس في الإسماعيلية هي اللي تقوم بتنظيمه. التنظيم المؤتمر أنا عارف إنها مسؤولية كبيرة وتحدي كبير، إنما يمكن ونتعشم وندعو الله إن تكون الظروف أحسن وتكون المصيبة بتاعت الكورونا دي انتهت ويتعمل مؤتمر متميز. عاوز تقول حاجة؟ فكل سنة وانتم طيبين.